أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة التاريخ، ودرسنا النهاردة بعنوان حرب أكتوبر المجيدة 1973. أعزائي الطلبة والطالبات، لما نرجع للدرس اللي فات بتاعنا ودرس القضية الفلسطينية، هنلاحظ أعزائي الطلاب إن إحنا في مصر خضنا العديد من الحروب، كان منها حروب بانتصارات وحروب أخرى بمجموعة من الهزائم زي حرب فلسطين سنة 1948 والعدوان الثلاثي سنة 1956 وكمان نكسة 67. طيب تعالوا أعزائي الطلاب كده نراجع مع بعض بسؤال أو سؤالين، نفكر نفسنا بالأسئلة اللي فاتت والجزء اللي فات من الدرس. يا ترى كان إيه هي أسباب عدوان 5 يونيو 67 على مصر؟ نفكر كده مع بعض ونسترجع الذاكرة. هنلاحظ أعزائي الطلاب إن من أسباب العدوان 5 يونيو 67 على مصر كان ان اسرائيل حاولت انها تقضي على قوة مصر العسكرية، وان مصر وقفت بجانب القضية السورية، وان مصر اغلقت خليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية، وكانت هزيمة كبيرة جدا جدا على مصر. طيب سؤال كمان، مرت عملية اعداد القوات المسلحة في مصر بمرحلتين، ايه المرحلتين اللي مرت بيهم عملية اعداد القوات المسلحة في مصر؟ هتلاحظوا اعزائي الطلاب، ايوة انا حاسس ان في ناس بتراجع الدرس اللي فات وبتراجع الجزء الاخير، مرت عملية اعداد القوات المسلحة في مصر بمرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة، ايوة برافو عليكم، الصمود والتصدي، والمرحلة التانية هي مرحلة حرب الاستنزاف اللي حققنا فيها انتصارات كبيرة. طيب تعالوا مع بعض بعد الاعداد القوات المسلحة واعداد الجيش المصري بشكل قوي، لم يقبل الشعب المصري ولا الجيش المصري بالهزيمة التي لحقت به في حرب 67، وبالتالي كان لازم الشعب المصري والجيش يخوضوا معركة من أقوى المعارك التي ما زالت تدرس حتى الآن في أكبر المعاهد العسكرية في العالم، بسبب براعة وقوة المعركة وقد إيه تخطط لها بشكل جيد جدا. معركة النهاردة هي معركة حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973. أعزائي الطلاب، كل معركة بيبقى ليها أطراف، يا ترى حرب أكتوبر بعد ما شفنا الأحداث اللي فاتت بين مين ومين؟ مين أطراف المعركة؟ تمام؟ بين مصر وسوريا ضد إسرائيل، يبقى دول اسمهم أطراف المعركة، ونتعود دايما أعزائي الطلاب مع بعض إن إحنا يكون عندنا مع المعارك تاريخ، ويكون مع المعركة أطراف المعركة وأسباب المعركة، وأحيانا جزء كبير جدا بنشرح الأحداث بشكل مهم، وفي النهاية بنختم المعركة بالنتائج المترتبة على هذه المعركة. طيب يبقى أطراف معركة حرب أكتوبر المجيدة 1973 مصر وسوريا ضد إسرائيل. طيب يا ترى إيه هي أسباب حرب أكتوبر 1973؟ نسترجع كده مع بعض ونشوف نقدر نقول إيه. برافو عليكم، أنا حاسس إن في ناس بتفكر بشكل جيد. أول سبب من أسباب حرب أكتوبر المجيدة 1973 وهي رفض إسرائيل كل نداءات السلام. فاكرين قرار 242 اللي أصدرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل وقف القتال وانسحاب إسرائيل؟ إسرائيل رفضت تنفذه. يبقى نقول رفض إسرائيل نداءات السلام، رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من بناء على قرار 242 سنة 1967، وإن إسرائيل تعنتت ورفضت كل إجراءات السلام اللي كانت موجودة. طيب إيه كمان؟ تصميم مصر وسوريا على إزالة آثار العار اللي لحق بينا في نكسة 67، ونحتفظ بالمعلومات علشان هنسترجعها مع بعض مع فقرة أكد فهمك. طيب دلوقتي مصر حاولت إنها تعيد وتصحح الأخطاء التي كانت موجودة في حرب 67 واللي أدت إلى هزيمتها. إيه الأخطاء ديت؟ كلنا عرفناها قبل كده، منها عدم الاستعداد للحرب. طيب إيه اللي هيتم من الخطوات دلوقتي؟ هنقول جزئين مهمين جدا أعزائي الطلاب. واحد، إعداد الجبهة الداخلية في مصر. يعني ايه اعداد الجبهه الداخليه؟ يعني مصر هتعمل ايه في مصر علشان تستعد لحرب اكتوبر داخل الدوله، داخل مصر. اول حاجه هي الغاء الرقابه او رفع الرقابه على الصحف، الصحافه تتكلم براحتها، بلد حريه وديمقراطيه، رفع الرقابه على الصحف. اصدار الدستور الدائم او دستور 1971، وتجهيز الجيش المصري وامداده باحدث الاسلحه والتدريب عليه، والقضاء على مراكز القوه داخل الدوله. يبقى دي اسمها إعداد الجبهة الداخلية في مصر. طيب على الجبهة العربية مصر عملت إيه؟ اسمها أو نقدر نقول عليها بعنوان إعداد وتجهيز الجبهة الداخلية لحرب أكتوبر، الاستعداد لحرب أكتوبر على المستوى العربي. واحد، إزالة الخلافات بين الدول العربية.
في خلافات حصلت في الفترة الأخيرة بعد حرب 67 وخلال حرب 67، فتم إزالة الخلافات بين الدول العربية. اتنين، الاستفادة من موارد الدول العربية في وقت الحرب ووقت الأزمات، الاستفادة من موارد الدول العربية وقت الحرب. وبكده استطاعت مصر إنها تعمل إعداد داخلي وإعداد خارجي لاستقبال حرب أكتوبر. تعالوا مع بعض أعزائي الطلاب كده ندخل في الأحداث المثيرة لحرب أكتوبر. تم إعطاء إشارة بدء الحرب من الرئيس محمد أنور السادات، حكم طبعا هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. تم إعطاء إشارة بدء الحرب من الرئيس محمد أنور السادات، وقامت القوات الجوية بضربة جوية قوية كانت بقيادة محمد حسني مبارك. يبقى الضربة الجوية كانت بقيادة مين؟ برافو عليكم، بقيادة محمد حسني مبارك، وقتها كان قائد القوات الجوية. الضربة الجوية دي ترتب عليها ايه؟ فكروا كده معايا، يا ترى ممكن يكون ايه النتائج المترتبة على الضربة الجوية التي قامت بها مصر؟ ترتب على الضربة الجوية في مصر: واحد، احداث العديد من الخسائر وتحطيم المعدات والدبابات في الجيش الاسرائيلي، استطاعت المدرعات المصرية والدبابات عبور القناة، وتدمير خط بارليف من خلال المدفعية المصرية. قامت المدفعية بضرب خط بارليف وأحدثت فيه خسائر كبيرة، والكلام ده كله في 6 ساعات زي ما كان السادات بيقول دايما في بعد حرب أكتوبر، وتدمير خط بارليف في 6 ساعات، وأسر العديد من الجنود الإسرائيليين، وطبعا دي كانت خسارة كبيرة جدا جدا بالنسبة لإسرائيل. وكده مصر حققت عدد كبير جدا من الانتصارات، سواء كانت انتصارات بحرية أو جوية أو برية. أما على الجبهة السورية، تم تنفيذ نفس الخطة. احنا نتفق مع بعض إن كل اللي بيحصل في مصر كان بيحصل في سوريا مباشرة. فقامت القوات الجوية السورية ومعها القوات البرية والمدفعية بدخول منطقة هضبة الجولان المحتلة، واستطاعت القوات الجوية السورية إحداث العديد من الانتصارات وتحقيق خسائر كبيرة بالنسبة لإسرائيل، مما دفع إسرائيل إنها تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تدمير خط ألوان الموجود في هضبة الجولان. خط ألوان والمشابه لخط بارليف في مصر. لما استعانت القوات إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، تدخلت الولايات المتحدة بصور مختلفة. وبالتالي أعزائي الطلاب كده احنا خلصنا الجزء الأول من درسنا، وهو اللي بيتكلم عن الأحداث حرب أكتوبر بالنسبة للجانب المصري والجانب السوري. تعالوا مع بعض كده فقرة أكد فهمك إزاي نقدر نراجع المعلومات الجميلة والمثيرة دي. نقدر نقول بما تفسر قيام حرب أكتوبر، أنا هنتظر إجابات حضراتكم، ها، بما تفسر قيام حرب أكتوبر 1973. برافو عليكم أعزائي الطلاب. الناحية واحد، رفض إسرائيل لنداءات السلام. اتنين، رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ورغبة مصر وسوريا في إزالة نكسة آثار نكسة 67. طيب عايزين سؤال كمان، صح ولا غلط؟ تم إعطاء إشارة بدء حرب أكتوبر من محمد أنور السادات. برافو عليكم، إجابة خاطئة. قرار حرب أكتوبر كان من الرئيس السادات بحكم إن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وكمان رئيس الجمهورية. طيب سؤال كمان، أكمل هذه العبارة، أكمل هذه العبارة: خلال حرب أكتوبر تم تدمير خط نقط في الجانب المصري وخط نقط بالأراضي السورية. تمام، برافو عليكم أعزائي الطلاب، إجابة صحيحة. في مصر تم تدمير خط بارليف، وفي سوريا تم تدمير خط ألوان. وبكده إحنا غطينا بشكل سريع الجزء اللي فات معانا من أحداث حرب أكتوبر. تعالوا مع بعض أعزائي الطلاب نشوف إيه الجانب، دور الدول العربية ودور الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل. الدول العربية عملت إيه مع مصر وسوريا؟ قامت الدول العربية بتقديم دعم مالي وعسكري كبير بالنسبة لمصر. مجموعة من الدول العربية زي الكويت وزي الجزائر وزي السعودية والأردن قدمت لمصر دعم مالي وعسكري كبير جدا. أما على الجانب السياسي فكان الدور الأعظم والدور الأكبر، حيث اجتمع وزراء النفط العربي في الكويت. وترتب على هذا الاجتماع، ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء النفط العربي في الكويت؟ ترتب عليه خفض إنتاج البترول وحظر تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية بعدما طلب الرئيس الأمريكي مساعدة لإسرائيل من الدول الأخرى. أما على الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية عملت إيه مع إسرائيل؟ ما دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل في حرب أكتوبر؟ برضو قدمت لإسرائيل دعم مالي ودعم عسكري، دعم مالي ودعم عسكري. والدعم العسكري كان خطير جدا، بتقديم مجموعة
كبيرة من المعلومات لإسرائيل مما أحدث ما عرف باسم ثغرة الدفرسوار. ثغرة الدفرسوار هي أحد النقاط الضعيفة التي اخترقتها إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973 من خلال مساعدة المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية. على الجانب السياسي طبعا الولايات المتحدة لقت أن إسرائيل بتخسر خسارة كبيرة، فتدخلت الولايات المتحدة باقتراح إلى مجلس الأمن وبطلب إلى مجلس الأمن بوقف القتال، وأصدر مجلس الأمن قراره 338-338 الذي قرر اعتبار يوم 22 أكتوبر 1973 هو نهاية حالة الحرب، وقف القتال بين الطرفين على أن تتم المفاوضات وحل المشكلة بطرق سلمية. يبقى كده دور الولايات المتحدة كان واضح جدا مع إسرائيل في حرب أكتوبر، وكمان واضح دور الدول العربية. وانتهت حرب أكتوبر أعزائي الطلاب بانتصار عظيم، حرب مجيدة، حرب ما زالت خالدة وسوف تخلد على مر العصور بالنسبة لانتصارات الجيش المصري. كده أعزائي الطلاب هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي شخصيات مضيئة في حرب أكتوبر. أهم الشخصيات اللي ظهرت في حرب أكتوبر، أشهرهم طبعا المشير أحمد إسماعيل، واللي كان وزير الحربية وقائد الأعلى وقائد القوات المسلحة، واللي قدر يحصل على نجمة سيناء أو حصل على نجمة سيناء، كيعتبر أعلى الأوسمة في ذلك الوقت أو أعلى الأوسمة العسكرية، وكان مشارك بشكل كبير جدا جدا في وضع الخطط العسكرية وخطة الخداع الاستراتيجي. من ضمن كمان الشخصيات المشاهيرة عندنا في حرب أكتوبر الفريق سعد الدين الشاذلي، واللي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان مسؤول عن وضع خطة العبور أو عبور قناة السويس. وتم تكريم فريق سعد الدين الشاذلي في الذكرى 39 من حرب أكتوبر ومنح اسمه قلادة النيل العظمى. الشخصية الثالثة معنا أعزائي الطلاب هو الفريق محمد عبد الغني الجمسي، من الشخصيات الشهيرة في حرب أكتوبر، واللي كان مسؤول عن وضع أنسب التوقيتات لحرب أكتوبر المجيدة. وده كده طبعا مصر مش هم دول بس الشخصيات المضيئة، عندنا شخصيات كتير جدا جدا مصر لن تنساها من الجنود والضباط والقادة العظماء اللي كانوا موجودين في حرب أكتوبر، واللي ما زال منهم ناس موجودة لحد النهاردة. أعزائي الطلاب كده يتبقى معنا الفاصل الأخير أو الجزء الأخير، وهو الدروس المستفادة من حرب أكتوبر. استفدنا إيه من حرب أكتوبر؟ تعتبر حرب أكتوبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. أدي أول نقطة عندنا، نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. اثنين، أنهت حرب أكتوبر حالة لا سلم ولا حرب، حارب ولا مش حارب، لا حاربنا وانتصرنا الحمد لله، إنهاء حالة الحرب ولا سلم. ثلاثة، تقويض أسس العقيدة القتالية لإسرائيل. يعني إيه تقويض أسس العقيدة القتالية؟ يعني إسرائيل كان بتعتمد في حرب أكتوبر على سلاحين أقوية جدا، هو سلاح الطيران وسلاح الدبابات، وبالفعل تم تدميرهم في حرب أكتوبر، وبكده تم هدم أو تقويض أسس العقيدة القتالية بين مصر وإسرائيل أو بالنسبة لإسرائيل. كمان أعزائي الطلاب من الدروس المستفادة ظهور سلاح البترول كسلاح أو سلاح النفط العربي كسلاح استراتيجي يمكن استخدامه في حرب أكتوبر المجيدة. ونقطة أخيرة بالنسبة لنا، وهي تغيرت العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول المحبة للسلام. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، درس حرب أكتوبر درس لا ينسى بكل أحداثه. تعالوا مع بعض مع فقرة أكد فهمك نأكد المعلومات الأخيرة أو الجزء الثاني من درس حرب أكتوبر أعزائي الطلاب. طيب نختار أحد الأنواع الأسئلة اللي موجودة، دلل أو إثبت أو برهن زي ما تعودنا مع بعض في منهج الدراسات الاجتماعية في خاصة في منهج التاريخ. برهن على صحة هذه العبارة أو أكد بالأدلة التاريخية أو إثبت بالأدلة التاريخية. لعبت الدول العربية دور هام في حرب أكتوبر بالنسبة لمصر وسوريا. نفكر مع بعض كده أعزائي الطلاب، إجابات تكون سريعة كده وجيدة. برافو عليكم. لعبت الدول العربية دور كبير عن طريق الدعم المالي والدعم العسكري، وسياسيا اجتمع وزراء النفط في الكويت لحظر إنتاج البترول، وكمان حظر تصديره أو خفض إنتاج البترول وحظر تصديره للولايات المتحدة الأمريكية. طيب سؤال كمان، لعبت الولايات المتحدة دور كبير بالنسبة لإسرائيل في حرب أكتوبر على المستوى العسكري. تمام، عايزين نفكر مع بعض ونشغل دماغنا سريعا. أعزائي الطلاب برافو عليكم. لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور كبير جدا في حرب أكتوبر عسكريا مع إسرائيل من خلال إمدادها بمعلومات عسكرية مما أحدث ثغرة الدفرسوار، وكانت أحد نقاط الضعف في الجيش المصري واستغلتها إسرائيل.
برافو عليكم اعزائي الطلاب. طيب تعالوا مع بعض كمان ناكد من خلال سؤال اخر. قدمت الولايات المتحده دعما عسكريا بالنسبه لاسرائيل، مما احدث ما عرف باسم تمام ثغره الدفرس وار. ده بالنسبه لو جالنا سؤال بشكل اكمل. سؤال اخر، من الشخصيات المهمه والمضيئه في حرب اكتوبر وقاد خطه عبور قناه السويس كان، برافو عليكم اعزائي الطلاب، هو الفريق سعد الدين الشاذلي. من الشخصيات الهامه في حرب اكتوبر والذي حصل على وسام نجمه سيناء واعتبر اعلى الاوسمه في ذلك الوقت او في القوات المسلحه المصريه، برافو عليكم، اجابه سريعه واجابه رائعه، المشير احمد اسماعيل. سؤال اخر اعزائي الطلاب، اذكر اثنين من الدروس المستفاده في حرب اكتوبر المجيده. اثنين من الدروس المستفاده من حرب اكتوبر. الاجابه الاولى او النقطه الاولى وهي انهاء حاله اللا سلم واللا حرب بين مصر واسرائيل، وظهور اهميه سلاح النفط العربي استخدامه، تم استخدامه بشكل قوي في حرب اكتوبر. طبعا عندنا اجابات كتير لهذا السؤال، نكتفي بنقطتين فقط. بشكركم اعزائي الطلاب، وبكده رجعنا على نقطة مهمة جدا جدا وهي الأحداث الخاصة بحرب أكتوبر، ونلتقي في درس آخر من دروس مادة التاريخ. نلقاكم على خير إن شاء الله.